السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، حد يقوم بقى يجيب مصاحف لنا كلنا كده إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنشرح في آيات إن شاء الله، آيات عباد الرحمن. خلاص، حد يقدر يقول لي يعني كلمة عباد الرحمن ايه الشرف اللي فيها لهؤلاء لعباد الرحمن؟ ها يلا بقى ما نشوف في الناس معنا ولا قول يلا سريع. ايه يعني نسبهم الله لنفسه؟ لما اقول لك ده اللي ابني بحق وحقيقي يبقى معناها ايه؟ والباقي مش اولادي؟ طب ما كل البشر عباد الرحمن، انما لا، ده دول عبادي بحق وحقيقي، يبقى ايه؟ نسبهم الله الى نفسه. طيب ايه تاني في شرف؟ ها نسبهم الله الى صفة ايه؟ الى صفة الرحمن. يبقى ربنا عملهم بالرحمات، غمرهم بالرحمات، وقلنا ان كل الصفات العظيمة اللي هنشرحها في الايات ما هي الا نفحة من نفحات الرحمن على هؤلاء. ركزوا معايا يا اخواني، الجلسات دي ان شاء الله باذن الله تتفرغ، ويبقى امتحانات، هتتفرغ ويتعمل عليها امتحانات، والاوائل فيها يتكرموا بقى في الدرس بتاع الجمعه باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني ركزوا معايا باذن الله سبحانه وتعالى، مش عايزين يبقى ايه يعني ده شيء علمي، ده عمل تربوي علمي، ان احنا نبدا نقف مع كلمه كلمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الذين يمشون على الارض هونا، خرجنا منها بخمس قواعد، ايه هم؟ ها اي حد يقول اي حاجه كده؟ ايه الذين يمشون على الارض؟ يمشون على الارض، قلنا يمشون على الارض ده ايه؟ ايه يعني يبقى اذا ده منهج الانسان اللي وحد هدفه في الحياه، ان يمشون على الارض. يا رب رايحين الشغل ولا رايح الكليه بتاعته ولا رايح سكشن ولا نازل جوله اصلا يدعو الناس الى الله، ولا نازل يروح يزور الناس عشان يدعوهم الى الله، ويا رب رايح مشوار دنيا ولا مشوار دعوه؟ ما عادش عند الناس دي دنيا ودعوه يا جماعه، الناس دي بقت حياتها جوله، يركب الميكروباص او التاكسي يدعو الى الله، يروح دراسته يدعو الى الله، يقعد في بيته يدعو اخواته الى الله، يقابل في الشارع شباب بيعصوا ربنا يدعوهم الى الله بكل رفق ورحمه وجمال وحنان ولطف وظرف. يبقى ده ما عادش في حاجه اسمها انا نازل ادعو الى الله او انا نازل رايح شغلي، ده كل حياته بقت جوله. دي اول حاجه. الحاجة الثانية، يبقى الناس دي وحدت هدفها في الحياة، بقت حياتها كلها جولة. ها رقم اتنين، يمشون على الأرض. ها لا احنا ماشي على، بس أنا عايز الكلمة على بعضها، يمشون على الأرض. ها زميلكم قال إن على حرف استعلاء، معناها إن الناس دي عالية فوق، الناس دي ماشية على رجليها ولكن قلبها فوق في السماء. يبقى إذن أهم حاجة إنك تعلى، أهم حاجة إن إيمانك يعلى، اهم حاجة ان اهدافك تعلى، اهم حاجة انك تبقى انسان عالي. الناس دي اول حاجة فيها ان هي علت، علت بمعرفة الرحمن، علت بالتعرف الى الله، علت بالتواجد في بيئة الايمان. زي ما قلنا ان ضمير الجماعة في كل حاجة، يمشون، خاطبهم، يبيتون، الناس دي كانت عايشة مع بعض يا جماعة. يبقى علت ببيئة الايمان، علت بوجود مربي، علت بوجود واجعلنا للمتقين ايه؟ إمامة. إماما ده يعني أنا يا رب همشي ورا الـ 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 الأئمة اللي موجودين عشان أبقى أنا إمام للي هيجوا بعدنا. أقوى تفسير في قول الله واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا يا رب نأتم بمن قبلنا حتى نصلح أن يأتم بنا من بعدنا. يا رب يعني إيه؟ يعني سلفي أصيل. يعني إيه؟ يعني ملتف حول العلماء. ماشي هنيجي لها، بس الوقت احنا ايه؟ يمشون على الارض تاني. ها يبقى تاني حاجة ان الناس دي كانت عالية، لازم تعلى. كل اللي عملوه بعد كده وقيام الليل اللي عاشوه والتوبة العظيمة اللي تابوها، كل ده بعد كلمة على. لما علم كل الاعمال الصالحة جت في حياته. طيب ايه كمان؟ ها ايه كمان؟ يمشون على الارض. لا ده ما فيش الكلام ده اخوانا، احنا مش بنهرج هنا.
احنا مش قاعدين في درس الجمعه الوقت كده وايه وموعظه وده استفاد او ده ما استفادش. احنا هنا ده يعني ايه نواه ارتباط تربوي وعلمي بكتاب الله. يبقى لازم تكون انت مركز معايا، ما تبقاش بتحضر ونسيت. فين يا اخوانا كراسات والاقلام؟ مين اللي معاه كراسه وقلم؟ يرفع لي ايده كده اللي معاه كراسه وقلم. ادي واحد ما شاء الله يا شيخ محمد، طبعا حبيبنا. فين الكراسه والقلم دول؟ وريني يا سيدي يا سيدي ما شاء الله لا قوه الا بالله. عم الشيخ صلاح طبعا ما شاء الله. مين اللي معاه كراسه وقلم تاني؟ ماشي ايوه اه طلعت الكراسات اهي بنت اهي. يلا مين يزود؟ الركن البعيد الهادي. انا لله وانا اليه راجعون. يعني انت جاي درس تفسير من غير كراسه وقلم؟ يا راجل يا ظالم يا راجل حرام عليك. لا ده انا يعني بس هم عارفين ان في ميعاد النهارده، اصل في درس الجمعه في الجماعه الشرعيه كل جمعه من المغرب للعشاء، فانا بقول لهم الميعاد امتى كل اسبوع. ما هو هيبقى كل ثلاثة العشاء هنا ان شاء الله. ما ان شاء الله الثلاثة العشاء ان ربنا اذن يعني، وربنا يعني من علينا بنعمه يعني. يبقى بعد كده يا اخوانا ما تجيش من غير ايه؟ رقم واحد من غير مصحف، ما تجيش من غير مصحف. رقم اثنين من غير كراسه وقلم. لازم يا حبيب قلبي والله العظيم يا اخوانا احنا كنا يعني انا مش عايز اقول لك كنا بنموت على حد يقول كلمه في فهم ايه واحنا طلبه في الكليه. يعني الواحد لو كان حضر سمع بس ايه يعني كلمه في فهم حرف، كلمه في فهم ايه، كانت حياته بتتقلب. يا نهار ابيض ده ثروه الواحد طلع بيها الشهر ده. يا اخوانا عايزين نرتبط بالقران. والذين اذا ذكروا بايه؟ بايات ربهم، ما دول عباد الرحمن. الارتباط بالقران، الارتباط القران ده هو مصدر التذكره في حياتهم. اتعب مع القران. رمضان لسه عليه 3 شهور ونص يا رجاله، ولا 4 شهور ونص، 3 شهور ونص. رمضان لسه عليه 3 شهور ونص يا اخوانا، يعني شويه صغيرين كده ونبدا نقول يعني ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده. ابدا اجتهد يا اخواني حبيب قلبي، خلي عندك همه، خلي عندك همه. يبقى اذا اللي يجي بعد كده يجي بكراسه وقلم باذن الله سبحانه وتعالى. يمشون على الارض. ايه قلنا رقم واحد ان ده منهج توحيد الهدف في الحياه، لان ربنا ما قالش يمشون لطلب الدنيا ولا لطلب الدعوه، ده هم كل حياتهم بقت دعوه الى الله. هو ماشي بيدعو الى الله وهو في دراسته وهو في شغله وهو نازل يدعو اصلا مخصوص. انسان قضيته الدعوه الى الله بقت حياته جوله. رقم اتنين على انه انسان عالي، اعلى اعلى بوجودك في بيئه الايمان، اعلى بحضورك للدروس، اعلى بارتباطك بكل دروس الدعاء. ما ترتبطش بحد دون حد، ارتبط بالجميع، لان الجميع كل واحد يا جماعه هيديك فايده. ابى الله ابى الله ان يجمع فوائد الدين مع شخص واحد. ابى الله هتلاقي كل داعيه وكل مربي وكل معلم بيديك حاجه التاني ما بيديلكش خالص. كل واحد بيبص لك من وجهه تانية ما بيديلكش. سبحان الملك، الصخرة اتفتحت على ايد التلاتة. ربنا ما بيفتحش الصخرة على ايد واحد، وإلا الواحد ده هيبقى ابليس، ده هيفتكر ان هو والعياذ بالله اللي فتحها، هيبقى بيأله نفسه جوه نفسه. انما ربنا بيفتح على ايدنا كلنا. يبقى رقم اتنين اعلى الناس دي علت بمعرفة الله، بالارتباط بالاسماء الحسنى، اسم الله الرحمن. الناس دي علت بالتواجد في بيئة الايمان والصحبة. الناس دي علت واجعلنا للمتقين اماما، ان هم ارتبطوا بالعلماء، اتبعوا العلماء، فبقى اللي وراهم هيجي هيتبعهم. طيب تاني حاجة، تالت حاجة يمشون على الارض. دي بقى هونة هونة اي مستهينين بالدنيا، مستهينين بالاسباب وبالدنيا وبالناس وبالاموال وبالمراكز، مستهين بالدنيا. امتى جت هونة؟ ها امتى جت هونة؟ بعد ايه؟ ايوه بعد ايه؟ بعد ايه؟ انا مش سامع حد يعلي صوته. بعد على ما شاء الله، بعد على من اروع الحاجات في ايات عباد الرحمن، الترابط ما بين كل كلمه والكلمه اللي بعدها. يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ايه؟ هونة. امتى جت هونة والاستهانة بالدنيا؟ بعد على لما علي فبص كده زي اللي راكب طياره بص على الدنيا من فوق، يا حقيره
يا أيتها التي لا تساوي جناح بعوضة. يبقى امتى عارف حقيقة الدنيا؟ لما علي هتقول انا مش زاهد في الدنيا، انا بقى طبعا يا حبيبي انا مش عارف ابيت لربي سجدا وقيما. طبعا يا حبيبي ليه؟ لانك ما انتش عارف. فانت خليك ذكي، ركز على علاج المرض وليس على علاج العرض، ركز على تطهير الخزان وليس على تغيير الحنفيات. عشان كده ربنا بيقول لك ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون الا من تاب وايه وامن. يبقى بعد التوبة ركز على الايه؟ على الايمان. ايش معنى؟ لان ضعف الايمان هو اللي وقعه في الذنب، ضعف الايمان هو اللي خلاك تبص على واحدة متبرجة وانت جايز، ضعف الايمان هو اللي خلاك عينك تزيخ كده في نظرة وانت قاعد على النت امبارح مثلا، ضعف الايمان هو اللي بيخليك تعصي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الا من تاب وامن، اول ما تاب اجتهد في علاج المرض وليس في علاج العرض. القضية مش في عينيك اللي بصت للحرم، القضية في قلبك، القضية في قلبك. عشان كده من الكلمات العظيمة اللي كان الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه بيقولها زمان، كان لما شباب يقولوا له نتوب ازاي يا شيخ، يقول له طول ما لذت المعصية في قلبك مش هتعرف تلتزم، طول ما اللذة جوه قلبك. لان انا حطيت لساني في مثلا في طبق فيه حاجة كده مرة ولا حاجة، فجاي احط لساني في طبق مسكر مش هدوق السكر اصلا. ليه؟ انا دوق انا 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 ضايق لذة المعصية مش هعرف ادوق لذة الطاعة، ولو ما دقتش لذة الطاعة مش هتعرف تثبت اصلا ولا تعرف تستمر. فكانت من كلماته الرائعة للشباب الغير ملتزم، طول ما اللذة في قلبك مش هتعرف، لازم تتخلص من اللذة اللي جوه قلبك الاول. طب اتخلص منها ازاي؟ اعلى تبص بعدها للدنيا، إن لله وإنا إليه راجعون. هي دية اللي كانت شغلانة عن ربنا. يبقى إلا من تاب وآمن، كل كلمة في الترابط في آيات عباد الرحمن باهرة يا جماعة. يبقى عالجوا المرض مش العرض، مش القضية في ودنك اللي وانت راكب الميكروباص ومشغل أغاني قمت مديله ودنك غصب عنك وانت عارف انها حرام، ولقيت نفسك بدأت تتلذذ. القضية في قلبك، القضية مش في الجوارح اللي راحت للمعصية، القضية في القلب اللي التز بهذا العمل. يبقى ركز على علاج المرض. القضية قضية ايمان يا جماعة، علو الايمان. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ايه؟ هونة. طيب بعد كده ايه تاني؟ يبقى دي تالت حاجة اهو. رابع حاجة ايه في يمشون على الارض؟ يمشون بالجماعة، ان الناس دي عايشة مع بعض، عايشة مع بعض. ومش هنقعد نقول كل مرة. انت تعرف مين في الدرس ده؟ بص كده، لا انت تجيب لي الدقون الكبيرة يا عم الشيخ والمشايخ اللي عندنا، احنا عايزين ال الانصاص الصغيرة كده اللي عارف كتير. طب خلاص الراجل عارف كتير، تعرف مين في الدرس؟ طب بص ورا كده، تعرف مين في الدرس؟ يا سيدي يا سيدي، يد يا ناس التقيلة دي، ها تعرف مين في الدرس؟ ايوه بلوفر النبيتي اللي وراك بقى يا عم، انت تعرف مين؟ اتنين مش كفاية، شيخ وليد، ها شيخ عبد، شيخ عمر، تعرف مين في الدرس؟ تعرفنا انا؟ خلاص يا عم اقول لك ايه، شيخ وليد تعرف مين في الدرس؟ تعرف شوية حلوين يعني؟ طيب اخواني في الله، يعني عايزين ندخل في دم بعض يا جماعة، عايزين ندخل في دم بعض. شيخ عمرو امام بتاعنا، امنا الحلوة، تعرف مين في الليلة دي؟ عارف كتير الحمد لله. خلاص يا عم يعني الحمد لله يا جماعة، يعني فكر الصحبة بيجي جوانا اللهم لك الحمد، وفكر الارتباط ببعض بيجي جوانا، بس عايزين نزود، عايزين نزود. انا عايزك تدخل نص الناس اللي قاعده على الاقل تبقى عارفه، عارفه معرفه حب مش معرفه شكل. مش انا شفته في درس كذا، مش انا قابلته، لا معرفه حب حقيقيه بينك وبينه. الذين يمشون على الارض، ها تاني فيها ايه؟ تاني فيها ايه؟ خامس، اكبر منهج اصلاح للواقع وتغيير للواقع، ها لا استنى، ده النقطه اللي بعدها. اكبر منهج تغيير في الواقع، تخيلوا يا جماعه احنا كده في المسجد لما خرجنا
فانت عندك شغل بالنهار وبالليل ايه وسط الشباب، وانت عندك دراسة بالنهار وبالليل وسط اصحابك، وانت وانت. تخيل لو كلنا خرجنا بفكر ان احنا بنمشي بالدعوة الى الله طول ما احنا ماشيين، البلد ده تتغير ازاي؟ فانت قابلت واحد النهاردة ما تجيش معنا ليه؟ ده يوم الاربع بكرة في مسجد الصديق في ليلة ايمانية، وجاي دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب والشيخ احمد جلال، واحنا الاربع نبقى بكرة ان شاء الله في الصديق، ما تيجي معانا. يبقى انت جبت لك اتنين، وانت جبت لك واحد، وانت جبت لك تلاتة، وبعد الدرس قعدت وحبيتهم وقمت طالع على وضلة في بيبيعوا جاتوه كده في الجنب كده، طلعت من جيبك ايه 3 4 جنيه وعزمتهم على جاتوه وعزمتهم على جاتوه شيء، يبقى انت ايه؟ يبقى او عم ده بحتل كل واحد سندوتشين بغلي بقى. يا اخوانا عايزين نعيش، يا اخوانا عايزين نعيش. يبقى يمشون على الارض. انت طول ما انت ماشي، انت ماشي بفكر الدعوه. كل ما تقابل واحد كل ما تقابل واحد ما تيجي معانا. تيجي معاكوا فين؟ ده احنا عاملين دوري ما بين الشباب وما شاء الله، والفريق اللي هيكسب هياخد جوائز. طب لا يا عم انا مش بتاع كوره. طب ما تيجي معانا. اجي معاكوا فين؟ ده احنا عاملين درس وفي ورش وصحبه، مش جايه معانا. طب ما تيجي معانا فين؟ ده في ليله ايمانيه في مسجد الصديق. لا 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 لا. طب ما تيجي معانا فين؟ ده في ليله قرانيه وبنمسك ايات من القران ونفسر. والله القران انا بحب القران ونفسي افهم تفسير القران. بالتاكيد هيشبك في حاجه. بص مش مع مش هتخلص منه مصلحه، انا هتخلص منه مصلحه. دي ميزه بيئه الايمان، ان فيها اعمال متنوعه، كل واحد بيشوف اللي يناسبه فيها، كل واحد بيشوف اللي يناسبه. طب ده احنا نازلين جوله، طب احنا شغالين في الدعوه لله كذا، ما تيجي معانا. انا بتكلموا الشباب بتكلموا ازاي ومحدش بيشتمكوا؟ لا ده بيفرحوا يا راجل. محدش بيقوم شتمكوا ولا مهزق؟ لا والله ده بيبقوا طايرين ويقولوا ما تسيبوناش. يا عم انت بتتكلم ازاي؟ ليه بتعملوا ايه؟ ما بنعملش اي حاجه، بننزل نكلمهم وهم بيفرحوا بينا. طب خدوني معاك. يقينا حاجه هتشده، يقينا حاجه تشده. يبقى يمشون على الارض، ده اخطر منهج تغيير. ان من ساعه ما تخرج من هنا دماغك كلها كل ما تقابل واحد ازاي تجيبه لبيئه الايمان. امال احنا يا جماعه بنحاول نعمل بيئه ايمان ليه؟ ليله ايمانيه هي دكتور غريب وانا باذن الله دلوقتي، ويعني الموضوع هيتطور ان شاء الله باذن الله، ومش عارف يوم الجمعه فيه ايه، ويوم الاربع في الصديق فيه ايه، وفي وسط الاسبوع فيه ايه، وكل داعيه من الدعاء عامل ايه. بنحاول نعمل الكلام ده ليه؟ عشان يبقى انت قدامك فرصه ان طول ما انت ماشي تقول للي انت بتقابلهم تعالوا يمشون على الارض. طيب ايه كمان؟ ايه سادس في يمشون على الارض؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ حد قال حاجه هنا دلوقتي؟ يمشون على الارض مش تحت الارض. اخطر منهج تربوي. ان التربيه مش ان انا اوديك المريخ تتربى وترجع الكره الارضيه. التربيه انك وانت وسط الواقع ده تتربى. عشان كده قلنا ان اكتر حاجه مبهره في ايات عباد الرحمن ايه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و الكلام ده انا امتحنكم عليه، خدوا بالكم. الكلام ده انا امتحنكم عليه، احنا مش بنقول كلام كده في الهواء، ده كلام بنعيش بيه حياتنا، ده كلام بنغير بحياتنا، ده خط سير لنا في الحياة. هب لنا من ايه؟ ازواجنا وايه؟ ده كانوا متجوزين ومخلفين رجالة، ازواجنا وذرياتنا. ويمشون على الارض يعني وصف النهار بتاعه ماشي رايح شغله عادي زي الناس، بس شغال في الدعوة. ده الناس دي كانت شغالة يا جماعة، الناس دي كان عندها محلات او تجارة او شغالة في عيادة او محامي بس بشريعة ربنا او الناس دي كانت شغالة اخواننا ومتجوزة ومخلفة، كانوا فاضيين للدين ازاي؟ وبعد كده لا يقتلون النفس، لا يزنون، معنى ان ربنا يثني عليهم وما بيزنيش، ان المجتمع مليان زنا، لا يقتلون، ان المجتمع مليان بلطجة، وقات لا يشهدون الزور، ان المجتمع مليان تلوث اعلامي. اذا مروا باللغو مروا كرامه، معناه ان المجتمع مليان لغو ومليان والتفاهه ومش عارف ايه. وميسي النهارده مش عارف رايح فين، ميسي بيجيب الجون، ايه ده؟ هو ايه يا اخوانا ده؟ كل ما امشي في شارع صوره الاثنين بتوعه ميسي واسمه ايه الثاني ده؟ كريستيانو. ايه يا اخوانا في ايه؟ احنا عقولنا وصلت للدرجه ديت؟ ايه ده؟ ايه الهيافه دي؟ ايه الهيافه دي؟ هو الخواء وصل للدرجه دي؟ الكوره خدت القدر، ده ربنا بيقول قد جعل الله لكل شيء قدرة. يا عم الكوره رياضه من الرياضات، بتتريض بيها وتنمي جسمك عشان تقبض ربنا، لها قدر، لها قدر. ايه اللي خلى الحفلات، الشواطئ، المش، ايه اللي خلى كل ده ياخد القدر الرهيب ده في الحياه غير الخواء من الدين جوانا؟
وإذا خطبهم الجاهلون كان في توكشو، كان في علمانيين، كان في محاربين في العقيدة لا يدعون مع الله إلها آخر، كان في أديان تانية، كان في عقائد تانية. يبقى إذن الناس دي عاشت في مجتمع مليان شهوات ومصايب وزنا وفجور، وعاشت في مجتمع هي شغالة ومتجوزة ومخلفة، ورغم ده وصلوا لربنا، ورغم ده أولئك يجزون الغرفة. أنا بحس إن أولئك يجزون الغرفة مفاجأة في النهاية. يا نار أبيض، خدوا الفردوس الأحلى، دول اللي عاشوا في البيئة الفاسدة دي أولئك يجزون الغرفة. ليه؟ الدين عايز عقل يا جماعة، الدين عايز ناس مرتبطة بالقرآن، وشوف القرآن هيرفعك قد إيه. يبقى يمشون على الأرض ما تدفنوش، وبعد كده يبقوا يخرجوا بقى للناس اتربهم إيمانيا وهم عايشين وسط المجتمع. طيب في إيه تاني في يمشون على الأرض؟ ها؟ يمشون فعل ايه؟ مضارع، والمضارع يفيد ايه؟ الاستمرارية. يبقى الناس دي كانت مستمرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا ان اكبر مصيبة في الشعب المصري ايه؟ ما بيستمرش على حاجة، لا في الدين ولا في الدنيا. هو طبيعة الشعب ده مش طبيعته من قديم الازل، الطبيعة الوقت نتيجة الظروف اللي هو فيها، ما خدش التربية الجدية. يعني عكس شعوب مثلا زي اليابانيين زي الامريكان، الامريكان تلاقيه متخصص في حاجة عارف فيها كل حاجة في الموسوعات العلمية فيه، وموش عارف اي حاجة عن اي حاجة تانية في الدنيا. الامريكان تلاقي فكره كده التخصص، الامريكان تلاقي عندهم كل حاجة، روح فريق، لازم نبقى فريق، لازم روح الجروب دي تبقى بينا، فيش حد هينجح لوحده في حاجة ابدا، لازم عشان ابقى ملتزم صح يبقى ليا شلة ملتزمة، لازم عشان اقوم الليل واصوم النهار يبقى اصحابي الشلة بتاعتي قوامين قوامين، لازم عشان اطلب العلم نبقى فريق، لازم عشان اشتغل في الدعوة نبقى فريق. هو دماغهم كلها كده. فاول ما بيقعدوا لما زي دي على طول الاربعة دول مع بعض والخمسة دول مع بعض، تلقائي هو دماغه اتبرمجت كده، برمجوهم كده. واحد زميلي كان ده يعني في مدرسة امريكاني بيقول جابوهم في ثانوية عامة قسموهم فرق في المدرسة، وروح الفريق واعمال الفريق عليها 40% من المجموع اللي هيدخلوا كلية، 40%. ليه؟ هو بيعلمه ان مش هتعرف تعيش من غير ما تبقى جوه فريق، من غير ما تبقى جوه بيئة. يبقى فالامريكان متبرمجين على هذه القواعد للنجاح في الحياة، التخصص، اتخصص في حاجة ما انتش هتبقى بتاع كله. احنا بنعتبر ان عيب انك انت يعني ان ده بتاع مثلا بيدي فقه، وده بيدي دعوة، وده في التربية، وده في التفسير، وده في، احنا بنعتبر لا 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 انا برضو فاهم في الباقي. يا ابني ما فيش الكلام ده، ما فيش واحد دكتور نساء ودكتور اطفال ودكتور جراحة ودكتور بطنة ودكتور انف واذن ودكتور، ما فيش الكلام ده في الطب، ده اسمه هبل. مش معنى في الدين انا عايز ابقى بتاع كله، ده اسمه هبل. انت متخصص في ايه؟ العبادة اللي انت متميز فيها ايه؟ الثغر اللي انت واقف عليه ايه؟ الموظف من هو عنده 22 سنة يتعين في الحكومة يفضل في نفس الوظيفة لحد ما بقى عنده 60 سنة. مفيش حاجة اسمها اما غير وظائف، اهل الدنيا بيثبتوا في مكانهم عشان ينتجوا. مفيش حاجة اسمها ان دكتور اطفال يجي بعد 5 سنين اما جرب بقى دكتور، ابقى دكتور جراحة انف واذن، يبقى اسمه مجنون، ده باب. في حاجة اسمها انه لحد ما يموت خلاص هو التخصص ده، ده تخصص العمر. الموظف بيروح كل يوم من 8 لـ2 الشغل بتاعه. اشمعنى في الدين ما بنستمرش يا جماعة؟ اشمعنى في الدين ما عندناش استمرار؟ يبقى يمشون مضارع مستمر استمرار. الدعوة مش هتنجز لما انت تسخن ليومين وتقعد لتنام شهرين، الدعوة هتنتشر. انت هتتربى مش لما تسخن يومين في حضور الدروس او العبادة او الصيام او القرآن او القيام وبعد كده تنام لشهر فيها. استمر حتى لو على معدل بسيط، بس استمر. يبقى الاستمرار يبقى اخطر سبب للوصول هو الاستمرار. طيب 7 حاجة في يمشون على الارض، او 8 حاجة. كلمة يمشون يعني مش يعني احنا دايما في القرآن يجي كلمة ايه مع الحاجات الدينية؟ سارعوا سابقوا يسعون، مش عباد الله الذين يسعون على الارض. يمشون دي تحسسك بايه؟ لو هو ماشي رايح يطلب رزقه في الدنيا يبقى معناه انه ايه؟ مش مستعجل. طب لو هو في الدعوة الى الله برضو نازل يتكلم، معناه برضو انه هو في ثمرة الدعوة ايه؟ مش مستعجل. يبقى اخطر مرض مدمر للدعوة وللدنيا والله العظيم ولكل حاجة، اخطر مرض بيدمر كل حاجة الاستعجال. وعلى فكرة دايما الاستعجال مرض الاذكياء، لان الذكي ده
يعني ايه بيفكر كتير فعايز يوصل بسرعه وعشان كده دايما الاذكياء تلاقوهم محطمين ومش ناجحين. ليه؟ لان الاستعجال حطمه. عشان كده ربنا حارب الاستعجال في القران، حارب الاستعجال، لان الاستعجال هيحطم لك حياتك وهيحطم الدعوه. يبقى مرض الاستعجال، يمشون يا ابني احنا مش مستعجلين، الدنيا مش هتتغير بين يوم وليله، يمشون على الارض في الدعوه الى الله، الدنيا مش هتتغير بين يوم وليله. الناس دي عارفه كده، الناس دي عارفه ان طريق الاصلاح ده طريق عمر، مش هيطلع اخوه تتربى بين يوم وليله، الشباب مش هيتوب بين يوم وليله، المنكرات مش هتزول بين يوم وليله، فهم فاهمين ان الاستعجال هيحطم له اعصابه وفي الاخر مش هي ده. الزمن جزء من العلاج، لازم تؤمن ان انت لازم تفضل مستمر في القعده اللي انت قاعدها دي سنتين. عشان نبدا نتكلم معاك ونقول لك الف مبروك بقى، انت تطلع المرحله اللي بعدها سنتين، كل مرحله في حياتك سنتين، كل مرحله، عشان اقول لك انك فعلا انت كده تضلعت ايمانيه. يلا ننقل بقى على النقله اللي بعد كده، انك تشوف صغر احترافي تتخصص فيه، او انك انت ترحل في طلب العلم، او انك انت يا اخوانا لازم تفهم ان الزمن جزء لازم تستمر والا ما فيه. يبقى اذا يمشون علاج مرض الاستعجال. طيب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، قلنا هونا مستهنين بالدنيا ودي البدايه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلامة. الجاهلون مين؟ زي بتوع التوك شو كده، قعدوا بقى يشوهوا صورتهم في الاعلام، 28 قناة قاعدة ليل نهار توك شو شتم فيهم وخاطبهم من الخطب. يعني معناها ايه؟ ان الاعلام عايز يصور ان دول مصيبة، ان دول خطر على المجتمع، ان ده خطب يا جماعة، خطب جليل، الناس دي هتخرب الدنيا، الناس دي هو عايز يفزعك، عايز يكسرك. ها؟ طب امتى جت اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة؟ من اعجاز الترابط في الايات، امتى جت؟ بصوا شغل دماغك معايا، امتى جت واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة؟ بعد ايه؟ ايوه، بعد يمشون على الارض، بعد يمشون على الارض، لما نزلوا وتحركوا في الواقع اهل الباطل قالوا لا، هتقعدوا لنا في المساجد؟ يلا يا عم خليكم متكربسين مع بعض في المساجد، ها؟ والقنوات الفضائيه بتاعتكم اللي ما تتفرجش عليها غيركم دي خليكم فيها، انما هتنزلوا لنا الواقع تتكلموا عن ربنا؟ يا نهار اسود، ده احنا كده، ده احنا كده هنضيع، ده انتوا كده هتضيعونا. يبقى لا، عند كده لا. فامتى اهل الباطل بداوا يحاربوهم بالاعلام وبداوا يحاربوهم بقى خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه؟ امتى؟ لما مشوا، لما بداوا يبقوا اصحاب رساله، يتحركوا وسط الدنيا. عشان كده قلنا يمشون على الارض، ده الكلمه اللي اتقالت على النبي في اول نفس الصوره، ها؟ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. الناس دي ماشيه على طريق النبي عليه الصلاه والسلام، الناس دي عندها اتباع، الناس دي ما لقت القدوه العمليه اللي تمشي وراها، لقت القدوه اللي مش محوله الدين لدرس بس، الدين حياه، الدين حياه. ازاي ان الملتزم او الشاب الجديد يدخل من باب المسجد ده ما يلاقيش درس؟ يلاقي ايه؟ حياه. يلاقي درس وفي ليله ايمانيه، وبعد كده الشباب هيقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض، ومجموعه من الشباب هتطلع على المقابر تتدبر في المقابر مع بعض، وفي ناس طالعه بكره رحله فهيطلع معاهم يتفسح برضه، وفي ناس هتلعب كوره يلعب كوره معاهم، وفي نفس الوقت في طلب علم الشيخ فلان بيدي طلب علم منهجي فيطلب معاه في نفس الوقت. باذن الله يوم الجمعه ده هنعلن باذن الله غالبا ان شاء الله عن معهد تحفيظ القران، فكره جديده وقويه جدا ان شاء الله باذن الله كله هيشترك فيها باذن الله في درس الجمعه في الجامعه ان شاء الله. فهو حياه، حياه، لاقي حواليه اصحاب، ولاقي له مربين، ولاقي له شيوخ كبار بقى فوق كل الجميع دول، ولاقي يعني. فاحنا عايزين نعيش دين يا جماعه، انا نفسي نعيش دين. لما رحت درس الشيخ مصطفى العدوي والثلاث اللي فات وقابلت بعض الاخوه من اللي قاعدين فرحت جدا. ليه؟ حسيت ان في ناس فاهمه، لازم بقى يبقى مرتبط بالشيوخ، ما دي جعلنا للمتقين امامه، ان انا امشي ورا الشيوخ بتوعنا على طريق السنه عشان اللي يجي ورايا يمشي ورايا، هو الطريق كده. لما بلاقي اخوه نشيطه في الدعوه، لما بلاقي اخوه بدات تصاحب بعض وتتصل ببعض طول الاسبوع ويبداوا، الواحد بيحس ان الناس بدات تفهم يا جماعه ان الدين حياه، الدين مش درس، الدرس جزء من حياه الدين.
الدرس جزء من الحياة، وفي جزء تاني طلب علم، وجزء تاني تحفيظ قرآن، وجزء تاني نتفسح مع بعض، وجزء تالت نلعب رياضة مع بعض، وجزء رابع تفتح لي قلبك وافتح لك قلبي ونتعرف وندخل في حياة بعض ونشارك بعض، وجزء رابع ان كل واحد منا يشيل صغر ويبقى شغال في الدعوة، وجزء خامس وجزء سادس وجزء سابع. الدين ده حياة يا اخوانا. وجزء تامن نروح نزور مستشفيات وايتام، بحيث ان اللي يدخل من المسجد يجد حياة بديلة عن حياة الفساد اللي بره. فاهميني ولا مش فاهميني؟ فاهم ولا مو فاهم؟ فاهم ولا مو فهمان يا بي؟ ايوه كده، ايوه كده يا ابني، ايوه كده شيخ وليد، ايوه كده. انا بحب يا جماعه الناس السلفيين اللي الاخ يا ابنك شيخ في يا ابني، انت مالك يا ابني؟ يا ابني ما تخليك طبيعي كده يا اخي، يعني نفسي اشوف يا اخي اخوه شخصيتها حلوه. عم شيخ ابص راس في يا ابني، انت عامل كده ليه؟ ما تقف، جزاك الله خير، ما تقف حبيب قلبي شخصيه جميله. هو انا لما تقوم هبش ايدي بيسها هحبك؟ خلاص يا عم، ادي ايدي اهي يا عم، بوص لحد ما تشبع، عايز ايه تاني؟ يا اخوانا عايزين نكبر، عايزين نعلى، عايزين نفهم ان الدين مش الدروشه دي. هو يعني يا اخوانا الدين ده حياه. حسست ان شخصيتك جميله، حسست انك عاقل، انك رزين، انك متزن. هو انت لما تبص راس واحد يبقى انت كده حسسته انك كويس؟ ولا لما تبقى كويس فعلا، ولا لما تبقى انسان ناضج فعلا؟ خلونا نعيش الحياه الطبيعيه. الصحابه ما كانوش ماشيين يبصوا قدام بعض ولا يبصوا راس بعض، ولما يلاقوا واحد يعني خلونا نتفك شويه من العقد يا جماعه اللي ايه اللي البعض عايش فيها دي. خلونا نتفك شويه، يعني نبقى ناس عايشه حياه الدين، مش متكلفة في الدين، مش الاخ المجرمز، الواد الحلو الفاكك، الواد الحلو اللي لما بيقابل الناس بره يقولوا له انا نفسنا نبقى معاك، نفسنا نبقى زيك، نفسنا نمشي معاك في الطريق ده. لما يلاقوا شخصية حلوة مرحة ظريفة لطيفة مشرقة عندها امل حبوبة، له اصحاب بيحبوهم وبيحبوه، يقابلوا اصحابه الغير ملتزمين، رايح فين؟ انا رايح درس يا عم الارهابي. تاني يوم رايح فين؟ انا رايح العب مع اخواني ماتش كورة. الله، هو انتوا عندكم الكلام ده؟ تالت يوم رايح فين؟ رايح حفلة شاوي. يا سيدي حفلة شاوي، بتشوي ايه؟ بطاطا ولا ذرة ولا بنشوي اللي نشويه يا عم، ان شاء الله نشوي فول سوداني. انما احنا مبسوطين مع بعض وفرحانين ببعض وقابلين بعض وسعداء مع بعض، ساعتها كل اللي بره هيتمنى يبقى وسطنا جوه، لما يلاقينا عايشين حياة جميلة. انما مش هي اوضة حضرت قافلين الدين على هو الدين درس وخلاص. طب وبعدين؟ طب ما كده اللي بره هيدخل لك ليه؟ انت بالنسبة له بتخنقه. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ايه؟ يمتعكم هتتمتع، يمتعكم. بفرح اول ما الاقي حاجة كده ايه، والاقي اخ بيكتب، يعني ايه؟ يعني يمتعكم يا ابني. الدين ده متعة في الدين وفي الحياة الاجتماعية متعة. انما الشاب اللي بره متقاله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ايه؟ هتتخنق وهتعيش حياة خنيقة. ربنا يقول الموضوع مش كده، هتتمتع، يمتعكم متاعا حسنا. الدين جميل، بلاش ندي صورة وحشة عن الدين. انت لما بتدخل وتقوم خارج وتقعد تتذبذب، هو انا ينفع امشي وراح مذبذب؟ اللي بره عمرهم ما يمشي وراك اذا كنت انت مذبذب في الدين، اذا كنت انت مش مستمر في الدين. هو انت لما تدخل ويبقى حياتك بس ايه، مفيش فيها صحبه ومفيش فيها جمال ومفيش فيها بهجه جوه الدين نفسه، الناس هتعرف جمال الدين منين يا جماعه؟ يا جماعه غيروا على دينكم شويه، وروا الناس الدين الجميل العملي الحقيقي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلامه. يبقى امتى بدا اهل الباطل بقى يشوهوا اعلاميا ويخافوا من الملتزمين؟ لما الملتزمين بقوا ماشيين صح يمشون على الارض. قالوا سلاما، الملتزم بقى عارف قيمه الدنيا، بقى عارف قيمه العمر، بقى عارف قيمه وقته، مش هضيع وقت مع اي حد يجي يقعد الاخ اللي قاعد يهق 10 ساعات على الفيسبوك يقول لك انا برد على الشبهات. شبهات مين يا ابني؟ ولا الاخ اللي يقعد 3 سنين يرد على شبهات الشيعة وشبهات النصارى وشبهات الملحدين؟ يا ابني هو بيترد عليها بالمنظر ده؟
والله اقسم بالله لو كان الصحابة لما فتحوا العالم ما كان العالم مليان الحاد ومليان نصارى وتنصير ومليان شرك ومليان فلسفة الا شد كمان من دول ومليان كل الافكار الضالة، اقسم بالله لو كانوا الصحابة اتبعوا مبدأ الرد على الشبهات من اجل الدعوة ما كان زمان 3% من الفتوحات الاسلامية اهلها اسلموا. يا ابني احنا عندنا منهج ان نحن نتحدث عن الله فنبهر القلوب ونأخذ بالعقول. صحابة كانوا بينزلوا يتكلموا مين هو ربنا، ايه هو الحق، ايه هو الدين. هو ربعي لما دخل قال له نحن قوم ايه ابتعثنا الله، ده في مهمة كبيرة جدا، لنخرج العباد من عبادة العباد الى ايه، عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى حد الاسلام. شوف الكلام البسيط، كلام بسيط، ما حدش بقى يقول له طب انتوا بقى عندكم بقى في الاصحاح الفلاني الجمله بتتعارض مع الاصحاح العلاني فانا جبت لك. هو الكلام ده بيخليه يسيب دينه، الكلام ده بيخليه يجري بسرعه يسال وبيرجع لك اشرس من مكان. يا ابني انا معايا كلوب اقعد ارميه واقعد اتشاكل مع الناس في الضلمه ليه؟ انور للناس يقول الله اكبر، هو ده النور فعلا. اصل في واحد مجادل يولع يتحرق، يا عم انت مالك، في مليون واحد تاني اول ما هتكلمه من الكلام البسيط هيلتزمه. الاخوة يعني مضيعة عمرها على الفيسبوك عشان 3 مجادلين، وتيجي تقول له طب خلينا نتكلم على ربنا يقول لك ما فلان بيجادل وفلان يعطي شبهات. يا عم يتحرق فلان، يا عم طريقنا عامل زي طريق السكينة في التورتة. الصحابة كلموا الناس عن ربنا كل الناس اسلمت، الفلاسفة اسلموا، القساوسة اسلموا، رجال الدين في الشرك نفسه اسلموا. ليه؟ لانهم يتعاملوا بالمنهج البسيط. ليه بنعقد الدين؟ ليه بنحول الدين لعقد؟ ويقول لك هنعمل مش عارف 20 موقع للرد على شبهات الملحدين والمنصرين، ويا عين الاخوة تفني اعمارها. الكلام ده جميل بس ده الخطوة رقم 4، يعني في آل عمران ده الخطوة رقم 4، انما الخطوة رقم 1 ايه؟ لما جه وفد نصارى نجران، ها؟ في ايات آل عمران كان اول خطوة ايه؟ لو حد بقى فاهم في التفسير شويه، في ايات آل عمران اللي ربنا رد فيها على نصارى نجران وهم بينظروا النبي اهو جايين اهو شبهات على الفيسبوك اهو، كان اول مرحله ايه؟ ايه الايات اللي بدانا بيها؟ لا ده انت جاي في مرحله 3، ما دي المشكله، الايات بدات بايه؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا ولا إبراهيم ولا عمران على العالمين، إذ قالت امرأة عمران يا مريم أن لك هذا، قال رب أن يكون لي غلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وجيها في الدنيا والآخرة. وبعد كده سيدنا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، مش القصة دي في الأول؟ رب إني نظرت لك ما في بطني محررة. هو الكلام ده ماله بالرد على النصارى؟ حد يقدر يقول لي ان مثل عيسى عند الله؟ الكلام ده ماله برد على النصارى؟ قبل ما ناقشه في الباطل عملت ايه؟ عرضت الحق، عرضت الصوره المشرقه. بيقول لي مريم والده الاله، وبيقول لي على عيسى ان هو مش عارف مات 3 ايام وهو ربنا فقام، وتلاته في واحد ومش عارف ايه وكلام. طب تعالى بقى اما اوريك انا القصه، تعالى بقى اما اعرض لك القصة النورانية، تعالى بقى اما ادوب لك قلبك مع امرأة عمران ونورانيتها، وبعد كده اجيبك لمس كتاف مع مريم في المحراب، وبعد كده ابهرك مع زكريا وهو بيرزق يحيى، وبعد كده لففك حوالين نفسك مع عيسى والابهار والايمان والرفعة والعلو بتاعه. بعد كده القصة دي ولا القصة؟ بالله عليك دي ولا دي؟ بالله عليك النور ده ولا الخزعبلات دي؟ بالله عليك. خلاص يا ابني اول خطوة عرض الحق، وبعد كده يا جماعة نبدأ نتكلم في باقي الكلام. انما يا اخوانا للأسف الذين يردون على الملحدين ويردون على النصارى ويردون على الشيعة لازم هو نفس الطريقة. تعال بقى اما اجيب لك بقى الامام مش عارف مين قال ايه في الكتاب بتاعكم اللي فيه مذهب الشيعة كله، ويقعدوا يا عيني يطحنوا في بعض. وبعد كده الاخ يقول لك الحمد لله، الحمد لله ده انا 3 تركوا التشيع على ايديا في كام سنة؟ في 4 سنين مثلا. ايه انت بتعمله ده؟ هو مش الملك اصلا، واللي دخل على الجدل ده يدخل هيبقى مجادل. يا ابني اعرض نور الحق، الباطل يطفى فورا. احنا بنصعب الدين على نفسنا يا جماعة، بنصعب الدين على نفسنا، بنشد على نفسنا، ما بنديش الصورة الحقيقية للدين.
الصورة الجميلة للدين، الصورة البسيطة للدين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الله، يمشون على الأرض، ضمن الروعة بتاعت الترابط في الآيات، يمشون على الأرض، ده وصف نهارهم، وصف حالهم بالنهار، يمشون على الأرض في الدعوة وفي الشغل وفي المعاش. أمال يبيتون لربهم سجدا وقياما، ده وصف حالهم إيه؟ فين؟ في الليل. يبقى الآية 63 وصف حالهم في النهار، والآية 64 وصف حالهم في الإيه؟ في الليل. يبقى ربنا جاب الأول نهارهم قبل ليلهم، في حين ان سورة المزمل بتتكلم عن ليل الصالحين، بعدها سورة ايه؟ المدثر بتتكلم عن ايه؟ نهار الصالحين، قم فانذر. يبقى ربنا مرة يجيب النهار الصالحين قبل ليلهم، ومرة يجيب ليل الصالحين قبل ايه؟ قبل نهاره. في حين ان ربنا يقولك والضحى والليل اذا سجى، الضحى عبادات النبي بالنهار، والليل اذا سجى عبادات النبي بالليل. يبقى هنا النهار قبل الليل برضو. ليه ساعات النهار يجي قبل الليل وساعات الليل يجي قبل النهار؟ ها حد يقول لي كده؟ ها ايه اللي لازم، النهار قبل الليل ولا الليل قبل النهار؟ جميل، ماشي. جميل، يعني انتوا كده جبتوا معنى ان الليل والنهار هما الاثنين ايه؟ ماشي. طيب بس برضو انا بقول هنا ليه ربنا اتكلم عن الليل قبل ما نتكلم عن النهار، اتكلم عن النهار قبل ما نتكلم عن الليل. جميل جدا، ماشي قول. جميل جدا، ها. طيب يبقى اذا لما تيجي المزمل قبل المدثر، لما يجي الليل قبل النهار الاول، معناه ايه؟ ان اللي ملوش ليل ملوش نهار. ان الاخ عشان ينور في الدعوة بالنهار لازم يكون واقف بين ايدين ربنا بالليل، عشان تنزل منور وربنا يفتح لك القلوب وربنا يجري النور على لسانك. يبقى انت، يبقى كده المزمل قبل المدثر، او الليل بتاع الصالحين بيجي قبل النهار، عشان يوم المؤمن بيبدأ بالليل، عشان الليل ده اللي انت بتطلب من ربنا ان يفتح لك قلوب الناس فيه، وبالنهار تنزل تحصد الدعاء بتاعك بقى. طيب هنا ليه النهار قبل الليل؟ لان الليل هو محصلة النهار. يعني عايز تقوم الليل اتق الله وما تعصهوش بالنهار. طب هل معنى كده ان اللي هيعصي ربنا بالنهار مش هيوفق لقيام الليل؟ ها؟ لا. طب لا ليه؟ اوعوا تفكروا بطريقة احباطية في الدين. انا عصيت ربنا النهاردة يبقى ربنا مش هيوفقني للقيام. اوعى، ربنا غفور رحيم. احنا بنقول الكلام ده عشان نمشي صح، انك لما بالنهار تبقى صح ربنا هيفتح عليك في الليل، لما بالنهار تبقى قلبك موصول بالله، لما بالنهار تبقى مجتهد في تربية قلبك وفي العبادة وفي الصلاة بالله ربنا هيفتح عليك بالليل. انما اوعى لما تقع في ذنب يجيلك احباط. اوعى يا جماعة، في اخوة نمطها خنيق في الدين. هو اتفضل. لا انا مش قصدي ان كلامك غلط، انا قصدي ان ما تعقدش نفسك. ايوه الله ينور عليك، ماشي جميل. يعني بس احنا الوقت عايزين ايه؟ انا عايز اوصل لك مفهوم. اوعى تبقى نموذج الملتزم الاحباطي اللي هو ماشي على طول، انا وحش، انا مذنب، انا مستاهلش، انا ربنا مش هيفتح عليا بسبب ذنوبي. ايه سوء الظن بالله ده؟ ايه الجهل بالله ده؟ هو ربنا ماسك لنا كرباج يا ابني؟ ايه يا ابني ده؟ ربنا الرؤوف الرحيم الودود الجميل الكريم الاكرم الحميد الرحمن الرحيم القدوس المعطي المحسن الرفيق الطيب الشافي الكافي ذو الجلال والاكرام الاكرم الصمد الوهاب المغني. جبت منين الصورة القاتمة دي في الدين؟ انا وحش فانا ربنا مش هيفتح عليا. ليه؟ هو ربنا لو عاملك كده كانت خسفك الارض من زمان اصلا. هو ربنا يعلم انك انت بتذنب وبيفتح لك باب الرحمة، عشان كده هو عباد الايه؟ الرحمن، مش هو عباد القهار مثلا.
رغم ان عباد القهار كلمة كبيرة جدا عالية جدا مش وعبي. يا جماعة عيشوا مع رحمة ربنا. الناس دي لو ما كانتش عاشت مع رحمة ربنا كانت ماتت لما شافت الفساد اللي بره وشافت الاحباط وشافت الحرب اللي عليها وشافت المشاكل اللي في الدنيا كان زمانها ماتت. انا عايزك تعيش مع رحمة الرحمن. انا عايزك ما تيأسش مهما اذنب. يعني انا ممكن اذنب وربنا يفتح عليا في قيام الليل ويفتح عليك في الدعوة ويفتح عليك في العلم ويفتح عليك في كل حاجة. بس مادام انت مش مستهتر مادام انت مش مستهين يبقى يا جماعة لو سمحتم بلاش النمط الاحباطي في الدين. بلاش عبادة الله بالهم. انك انت فاكر ان طول ما انت مكتئب وحزين وعمل كده يبقى انت ربنا راضي عنك بقى وربنا يراك بقى مهموم. ايه ده يعني انت يعني ده اخ غير عاقل. ده اخ دماغه وحشة اصلا. ده اخ دماغه ضعيفة ضعيف العقل والعياذ بالله. انا لو بختار فريق يشتغل معاه في الدعوة انا عمري ما اختار الشخصية دي. لا يمكن اختار الشخصية ضعيفة العقل دي. طب لما ربنا يختار لدينه بقى هيختار الشخصية دي؟ اذا كان المخلوق ما يرضاش يختار الشخصية دي وحرش في فضل الله. انما انا عايز اقولك ان ربنا بيحب العبد العاقل المتوازن المرن اللي ما بيحبطش اللي مش محمل نفسه الهم على طول اللي مش ماشي الدنيا واخد الدنيا كلها على صدره واخد المنكرات اللي بره على صدره وهنعمل ايه والامه ضايعه والدين ضاع وانا ضايع والشيوخ ضاعت ايه ده انا بتكلم على نمط موجود كتير جدا. يا ابني اشرق. دنيا جميله وربنا هيفتح والعيوب هتتصلح. بلاش النمط الخنيق ده. ها الله الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يا سلام. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليتوب مسيء الليل ليتوب مين؟ مش الذي اساء بالليل. مسيء الليل ده اللي من المغرب للفجر ما بطلش معصية لحظة. ومسيء دي مش اللي عمل صغائر ده اللي عمل كل المصايب. وربنا يبسط له يده. انا لما ببسط لك ايدي واقول لك خد يعني خد عطاءات ولله المثل الاعلى. ربنا يبسط يده بالعطاء. انت عصيتني ليه؟ عشان عايز حاجات من الدنيا. طب تعالى وانا هديك في الدين اعلى من اللي انت كنت بتاخده في الدنيا بالمعصية. تعالى. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. اللي انت كنت بتعمل الحرام عشان تاخده هديك اللي احسن منه في الحلال. اللي انت كنت بتعصيني عشان تاخده هديك اللي افضل منه في الطاعة. هديك المتعة الاكبر واللذة الاكبر والحب الاكبر والفرحة الاكبر والبهجة الاكبر والرزق الاكبر. عايز ايه؟ يبسط يده بالنهار عشان مين يا رب؟ اللي كان لسه بيعمل الموبقات طول الليل. يعني مش يا رب بعد اسبوع مثلا. يعني انا معرفش اسامحك بسرعة قلت لي كلمة وحشة شهر يا عم تعالى. طب بص طب الوقت بص يا اخي ربنا يحفظك انا قابل اعتذارك ان شاء الله بس ابعد عني الوقت لان انا فعلا لسه شايل في صدري. استنى بس اما اهدى كده وبعد كده تعالى. ده البشر. انما رب البشر طول الليل بيعصي وبالنهار طول النهار ربنا بسط له ايده. تعالى خد تعالى خد وتوب. ايه ده يا جماعة يا اخوانا؟ جبنا منين النظرة الخنيقة دي؟ جبنا منين ده؟ يعني من كلمات بعض السلف لبعض السلف. ان احدى السلف كانت بتقول لاحد السلف يعني بدون اسماء يعني عشان ما ندخلش في دايرة تانية يعني. فكان بيقول قفوا على الباب حتى يفتح. فقالت له الا تتقي الله؟ والاتنين يعني من الكبار يعني بتوع يعني. فقالت له الا تتقي الله ومتى اغلق بابه حتى يفتح؟ انت قاعد تقول للناس باب ربنا مقفول وقفوا على الباب لحد ما يتفتح. هو امتى كان ربنا قفل بابه؟ فاحنا لما بنقول اقف على الباب ده معنى مجازي عن المجاهدة طبعا. اقف على الباب. انما هي عايزة تقول طب اتكلم الناس عن رحمته بقى وعن فتحه. نحبب الناس في ربنا لما نحب الرحمن هنعرف نحبب الناس في الرحمن. انما لما انت واخد الدين انه شدة مش هتوصل لحاجة يا ابني. فهمان ولا مو فهمان؟ امال وشكو شكله كده؟ شكله مو فهمان يا جماعة. نفسي اقابل اخوه فهمانه. نفسي اعيش وسط اخوه حلوه كده وفاهمه
بتحب القرآن وبتعبد ربنا وبيحبوا بعض وهي الحلوة ومتكحرطة وشغالين الكلام ده الواحد يلاقيه فين؟ ده في الجنة ده ولا؟ بلاش بلاش احسن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انا عايز اكلمكم بسرعة يا جماعة عن الترابط بتاع الايات. يبقى جه النهار قبل الليل ليه؟ لان لما الناس دي كانت صح في النهار قلبها موصول بالله. عشان كده الاخ يجي يقول لي كيف اخشع في صلاة الظهر؟ خشوعك في صلاة الظهر على حسب حالك قبل الظهر، وخشوعك في العصر على حسب حالك قبل العصر. والله انت موصول قلبك بالله ما بين الظهر والعصر هتخشع في العصر. انت غافل الله ما بين الظهر والعصر هتغفل في العصر. موضوع يا جماعة دي. خلينا نفهم بقى، عايز الليل بتاعك يبقى صح خلي النهار بتاعك صح. واخدين بالكو؟ يعني اليوم اللي انا حضرت فيه درس هيبقى قيام الليل فيه افضل ولا اليوم اللي انا ما حضرتش فيه؟ اللي حضرت فيه، اليوم اللي حفظت فيه قرآن هيبقى الليل افضل ولا ما حفظت فيه قرآن؟ اليوم اللي قابلت فيه صحبة صالحة وقعدنا نعبد ربنا مع بعض هيبقى اليوم في الليل افضل ولا اليوم اللي ما فيش فيه صحبة؟ وهكذا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبقى ده قيام الليل. كان متوقع بقى يبيتون لربهم سجدا وقياما، موضوع كبير. انا الوقت مش مفصل، انا عايز اجيب لك الترابط ما بين الايات الوقت على بعضه. مجهود ضخم جدا. بعد المجهود ده كان المتوقع والذين يقولون ربنا ارزقنا الفردوس الاعلى ان نعيمها كان عظيما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يا نهار ابيض، ده انتوا طول النهار في الدعوة وطول الليل في القيام، وبعد كل ده رفعتوا ايدكم يا رب اصرف، يعني جهنم جاية، يعني حاسين ان جهنم دي وحش هاجم، واصرف دي شايفينها رؤية العين، عايشين باليقين مع الدار الاخره، مش الاخ اللي قاعد مشغول ها هنمسك التمكين امتى ونمسك الحكم امتى. يا ابني لو الكلام ده اتطبق في حياتنا ربنا هيمكن لنا. ما تبقاش عامل زي الولد اللي ابوه قال له لو نجحت هجيب لك عربيه، والولد بقى قاعد قدام الكتاب وعنيسه مسهمه، عربيه يبقى شكلها ايه وهطير بالعربيه اعمل بيها ايه يا صوت في الاخر فراح يتشكل مع ابوه، فين العربيه؟ هو فين النجاح يا ابني؟ فين النجاح؟ فتحت لكم سنتين ونص بعد 25 يناير، اشتغلتوا في الدعوة، قعدتوا تهقوا في السياسة على الفيسبوك، ودي مش السياسة، السياسة الشرعية غير كده. النبي راجع من الحديبية، راجع من حديبية، بعت الرسل لملوك الارض يدعوهم الى الله، مش رجع من الحديبية يلا بقى نعمل الدولة بسرعة، عملنا معاناة. احنا كنا عاملين زي بعد الحديبية، الدنيا فتحت، افاق الدعوة فتحت. عايزين يا اخوانا نرتبط بالدار الاخرة عشان ما نمشيش غلط، نرتبط بالدار الاخرة. الدار الاخرة تعلمنا العبادة وتعلمنا الدعوة وتعلمنا الثبات، انما شوفوا الارتباط بالحكم حتى لو انت عايزه عشان ربنا، شوفوا فرق بينا ازاي، شوفوا قطع بينا ازاي. انت عايز تقول ان ما فيش سياسة؟ لا، انا عايز اقول ان الدين فيه سياسة، بس مش دي سياسة، مش ده خط السير. احنا لينا خط سير اهو، هو ده اللي بيجيب التمكين. والذين يقولون ربنا اصرف عنا، ده الوحش ده جه عليا انا من وسط كل الناس دي، يعني مش انا قايم الليل ولقينا بقى الوحش بتاع جهنم جاي فقلت ايه يقينا ايه هيروح يشوف حد تاني من اللي بقى. انما انا صوام قوام داعي الى الله. حبيبي ده فاكر ان لو ما فيش غير مخلوق واحد دخل جهنم هيبقى هو، اصرف عنا عذاب جهنم. هو ايه ده يا جماعة؟ ايه ترابط الاية ديت مع اية قيام الليل اللي قبلها؟ ان كل ما بيزيدوا في العبادة بيزيدوا في الخوف والانكسار، مش بالعجب بعمله. مش الاسبوع ده قمت الليل طول الاسبوع مثلا وصمت اثنين وخميس وورد القرآن مظبوط وحضرت لك درسين ثلاثة ايوه كده هات كده ايوه كده، لا، ده كلما زاد العمل لم يزدادوا الا انكسارا على انكسار، وكلما زادت الاسباب لم يزدادوا الا افتقارا على افتقار. فلا تزيدهم الاعمال الا انكسار ولا تزيدهم الاسباب الا افتقار. سيدنا نوح جاي يركب في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله دي كلمة ايه؟ ايوه صح، بسم الله دي كلمة ايه؟ افتقار، ان مش هتمشي غير بالله. بسم الله مجريها ومرساها، مش هيمشيها ولا يرساها غيرك يا رب، ان ربي لغفور رحيم. كلمة ايه؟
انكسار، ان يا جماعة احنا ما نستاهلش نركب فيها، ده لولا مغفرة ربنا لو على ذنوبنا كنا غرقنا في الطوفان مع اللي غرقه. يعني بيركب السفينة بالانكسار والافتقار، ده المؤمن، دي مقامات الانبياء. كلما ايوه، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اعيد حتة سيدنا نوح، كلما زاد العمل لم يزيدوا الا انكسار، وكلما زادت الاسباب فلوس مراكز دنيا لم يزيدوا الا افتقار. واحد قال الانكسار والافتقار دي مقامات الانبياء، مقامات. يعني جبتها لكم في سيدنا نوح في سورة هود وبيركب السفينة بالانكسار والافتقار، لو جبناها في باقي الانبياء تلاقي ده منهج الانبياء في الحياة، هو عايش بالانكسار والافتقار. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا امة مسلمة لك، وارنا مناسكنا، مش هنشوف من غير ما انت تورينا يا رب، وتوب علينا. يبقى ده الايه؟ لا، وارنا مناسكنا، ده الايه؟ ده الافتقار، وريني يا رب، خلينا نشوف يا رب، وتوب علينا، ده الايه؟ الانكسار. ان بعد بيبني الكعبة بيعمل اعظم عمل على وجه الارض وبيقول يا رب توب علي، يعني قلبه ما هو شاهد العمل، قلبه شاهد ذنوبه وتقصيره. يعني الانكسار والافتقار ده في جميع ايات الانبياء مقام رهيب جدا. فهنا بعد العبادة الرهيبة دي بالليل والنهار، يا رب ما تدخلنيش جهنم، ما تحرقنيش بالنار يا رب ما تسيبنيش، ما تسيبش جهنم تبتلعني يا رب وانا على الصراط، يا رب ارحمني من النار يا رب. ليه؟ لان الناس دي عامله زي اللي واقف على سقاله في الدور الخامس فيشوف الدنيا، طب يطلع الدور العاشر يشوف اكتر، كل ما بيطلع بيشوف اكتر. فالناس دي كل ما بتعلى بتشوف تقصيرها اكتر، وكل ما بتعلى بتشوف جلال الله اكتر، فتزداد في الانكسار. طيب، انها ساءت مستقرا ومقاما. انا بقول لكم، انا ما بفصلكوش الايات دلوقتي، بجيب لكم الترابط بس. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ايه علاقتها باللي قبلها؟ ايه علاقتها ان ربنا يكلمك ان الناس دي كانت متوازنه؟ الناس دي كان دماغها متكلفه يا جماعه، الناس دي كان عندها توازن بين الدنيا والدين، الناس دي كان عندها توازن حتى في الدنيا، الناس دي كان عندها توازن في العلاقه بين الدنيا والدين. لا هو بيذاكر 15 ساعه في اليوم ورامي دينه، ولا هو رامي المذاكره وبيجري في دينه. متوازن، انسان عنده توازن في حياته، توازن ما بين العباده والعلم، توازن ما بين الدعوه والعباده، انسان متوازن في حياته، توازن ما بين الدين والدنيا، توازن ما بين الاسباب والتوكل، انسان متوازن. طب ايه اللي يجيب الايه ديت بعد الايات اللي فوق؟ كان المتوقع بقى بعد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان كنت تتوقع ان دول علاقتهم بالدنيا شكلها ايه؟ درويش، صح ولا لا؟ ما هو غالبا بقى اللي بيقعد بقى يقعد كتير تلاقي في الدنيا، يقول لك يا عم دنيا ايه وبتاعت ايه، يا عم سيب اللي ياخد واللي يدي، يا عم سيبهم يتخانقوا عليها ومش عارف ايه، وتلاقيه في الدنيا بتدروش في الدنيا. انما ربنا بيقول لك ان الناس دي علوها في الدين لم يمنع ان تتوازن في العلاقه بين الدين والدنيا. يعني ناس متوازنة حتى جوه الدين متوازنة. ما تلاقيش اخو يقول لك ايه؟ انا عايز احفظ قرآن مثلا جزء في الاسبوع او حزب في الاسبوع، يقوم لما يحفظ حزب في الاسبوع، جه دورة علمية عنده وقت يحضر؟ ما عندوش وقت. جه دروس ايمانية عنده وقت يحضر؟ ما عندوش وقت. جه معسكر ايماني عنده وقت، هو مشغول في الحفظ. انما لما يحفظ لي صفحة في الاسبوع او ربع في الاسبوع، عشان كده التحفيظ اللي هنعلن عنه الجمعة ان شاء الله، غالبا الجمعة دي يا رب باذن الله ان ربنا ييسر واذن، هيبقى له منهج تحفيظ جديد تماما بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، منهج يعني في غاية الجمال والروعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ازاي انك تحفظ وبعد كذا سنة ان شاء الله تلاقي نفسك على الطريق ومستمر وبتزيد من غير ما حياتك تقف؟ ازاي ان طلب العلم لما يجي في حياتك ما يوقفلكش حياتك؟ ازاي يا جماعة نمشي في الدين بالراحة ونلاقي نفسنا كل شوية بنزيد؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي نعيش دين؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى التوازن في العلاقة بين الدين والدنيا، واد عقليته متكلفة ولا دماغه حلوة، واد موزون. بعد ايه الاخر؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامة. يعني يلقى اثامة؟
يلقى أثامة، يا إما الأثام هنا العذاب، فمعنى يلقى من أول ما هتبدأ تعصي العذاب هينزل في الدنيا قبل الآخرة، وهتتذل وهتفتقر، يا إما أثاما من الاسم، إن عقوبة الذنب الذنب بعده. يبقى لما عمل اسم اتفتح له ابواب الاسم التنازلي، مش انت حبل تشد حته يجي اللي بعده، تشد حته يجي اللي بعده. فكلمه صعبه قوي، يضاعف له العذاب يخلد فيه. الا من تاب، الا اللي زنى وتاب وقتل وتاب وسجد لاوثان وتاب وكان ملحد وتاب وكان علماني وتاب وكان ليبرالي وتاب وكان بيحارب شريعه ربنا وتاب وكان بيحارب الدين وتاب. مال الايات اللي فاتت بده؟ مال اللي زنى وتاب، باللي يبيتون لربهم سجدا وقياما، باللي قاعدين طول الليل يعيطوا يقولوا يا رب النجاه النجاه، مال دول بدول؟ ايه الترابط اللي هنا؟ انا عايز بقى الركن اهو، انا عايز دول، انا عايز الشباب اللي في الاخر دهم. ايه علاقه ده بده؟ احنا بقالنا قد ايه بنتكلم دلوقتي بالظبط؟ 45 دقيقه. طيب كويس، يعني ها طيب حاسبها كويسه يا باشمهندس؟ ساعه 60 دقيقه بقالنا 60 دقيقه، احنا كده خلصنا. ايه علاقه ده بده؟ انا عايز الركن اللي ورا ده هو بقى يقول لي ايه علاقه الناس اللي قاعده تقوم طول الليل باللي زنى وتاب، تفهم ايه؟ لا لا، انا عايز الركن اهو، انا عايز الناس دي بقى تشغل دماغها شويه. ايه علاقه ان ربنا يجيب العابد قوي 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 ده اللي رايح على الفردوس الاعلى طلقه؟ عارف لما تلاقي واد معاك في الدفعه كل المحاضرات وكل السكاشن ويطلع المكتبه يجيب مراجع ويذاكر طول الليل، ده طلقه، ده راشق على الاول على طول، ده سكه واحد طلع الاول. فاللي فاتوا ده واحد راشق، ده واحد طاير على الفردوس الاعلى برحمه الله. ايه اللي يجيب معاه بقى اللي زنى وتاب ده؟ ها قولوا لي كده، احنا عايزين حد جديد بقى. ايوه قول ايه. ما هو ماشي، ايه اللي جاب دول مع دول؟ ايه اللي جاب التقول ايه؟ ماشي ها تاني قوله. ما قول يا سيدي ما شاء الله. شوف يا عم الكلام الجميل، ربنا بيدي الامل في الفردوس الاعلى لكل من فعلوا المعاصي والكبائر. ربنا ان دي من عجائب الترابط في القرآن، من العجائب ان ايات هؤلاء العصاة تيجي وسط ايات عباد الرحمن اللي هياخدوا الفردوس الاعلى في الاخر. ربنا بيقول لكل عاصي لا زالت امامك الفرصة للفردوس الاعلى مهما كنت فعلت قبل هذا، بس قوم وتوب بقى، بس قوم وتوب. ايه الجمال ده؟ ايه الامل ده؟ ربنا بيديله امل، بيديله فرصة. الا من تاب وامن وعمل عملا، بس اشتغل بقى، مش عمل صالحا، عمل عملا، اشتغل شغل صحيح سليم بقى. تعالى، ده انا عملت وعملت وعملت. يا عم الشيخ انت مش عارف، ده انا غارز، ده انا ضيعت الدنيا، ده انا عملت كل حاجة. يا عم تعالى وقدامك فرصة تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بجد. اه والله العظيم بجد، مش كلامي اهو. انضموا الى القافله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فايه؟ فايه؟ فاولئك التي تدل على العلو العظيم، بقوا عاليين في المقام عند ربنا. ده كانوا يا رب في الحضيض علوا لما تابوا توبه صح. ها؟ وكمان يبدل الله سيئاتهم حسنات، لما بدلوا ربنا بدله. الزنا بقى حسنات، القتل بقى حسنات، الالحاد بقى حسنات. ليه؟ لانه بدل، فربنا بدل. ويبدل سيئاتهم حسنات مش معناها بس يبدل الذنوب الى حسنات في الصحيفة، ويبدل احواله السيئة الى احوال حسنة، ويبدل احواله السيئة الى احوال حسنة. يبدل الهم لسعادة، ويبدل الخنقة لانشراح، ويبدل كره الناس وقرفهم منه الحب الناس ليه واقبال الناس عليه وفرح الناس لما يشوفوه، ويبدل جهله العلم، ويبدل فقره الرزق وسعة، ويبدل مرضه الصحة، ويبدل سيئاتهم حسنات. كل اللي كان بيسوقهم ربنا يخليه حاجات حسنة جميلة في حياتهم. طيب جدا.
في الواقع القديم والواقع الجديد، كلنا امثله لهذا. هو احنا كلنا ما دخلنا طريق الدين ربنا كرمنا اعظم كرم؟ هو احنا كنا قبل الدين؟ مش عايزين نتكلم يعني. لا، مش كنا ايه في المعصيه؟ كنا ايه اصلا؟ كان قيمتنا ايه اصلا؟ هو حاجه عملت لنا قيمه غير الدين؟ هو حاجه ربنا رفعنا بقى في الدنيا غير الدين؟ ده احنا قاعدين نقطف من ثمار شجر الدين كلنا، وكل ما بتجتهد في الدين كل ما بتقطف من ثماره. ده احنا عايشين في خير ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كان لنا قيمه ولا كان لنا اي وزن في اي حاجه في الدنيا من غير الدين؟ يا ابني احنا ان هذا الكتاب يرفع الله به اقوامه ويضع به اخرين. طيب المعنى الثاني في الترابط ايه برضه؟ في معنى ثاني خطير اللي هيلقطه. لا نو خمسين بس. لا يا عم ده اللي حلت انت. انت ربنا ربنا يبارك. لا يا عم صدقنا مسكناها. ربعايه ايه؟ ترابط لا يقتلون ولا يزنون، بعد ترابط يبيتون لربهم وربنا اصرف عنا عذاب جهنم. قلنا الترابط الاول ان هؤلاء العصاة امامهم فرصة للانضمام الى قافلة السابقين الى الله مهما كنت عصي. طب في ترابط تاني؟ لا بقى عشان خاطري محدش يعني ايه محدش يجيبها. ايوه قلبي جابها. شيخ وليد 50 جنيه. قول يا عم خلاص انا قلت 50 جنيه ظلت من ذمتي. الله يغفر لك يا شيخ. خد يا حبيبي سعيد والله ده انا فرحان. يا حد يفك لي ال 200 جنيه دي. قول يا جماعه خلاص بقى يا عم الحمد لله الاخوه حلوه. في بيتها في بيتها في جيب اخويا. ما انا هقول لك الوقت وقال ايه؟ اديته الخمسينيه؟ لا لا يا حبيب قلبي لا خلاص يعني مسابقه ما فيهاش حاجه يعني. امسك بس امسك يا شيخ محمد بقى اديني 150 جنيه ربنا يحفظك. قال لك ايه؟ قال لك ان معنى ان يجي معاصي بعد الناس اللي قاعده تعبد ربنا ليل نهار، اوعى تفتكر ان الملتزم اللي على الارض ده اللي عالي ده ما بيقعش وما بينزلش. اوعى تفتكر ان الالتزام، في ناس يا جماعه فاكره ان الالتزام معناه ان ما عصيش ربنا، فلما بيعصي بيحصل له ايه؟ احباط. لما بيقع في معصيه سر بيحصل له ايه؟ احباط. وانا منافق وانا ضايع وضايع ضايع والعياذ بالله. فان تيجي المعاصي دي في وسط ايات عبد الرحمن ان مش العالي هو اللي على طول ما بينزلش، العالي هو اللي كل ما بينزل بيعلى تاني. عشان كده خدوا القاعده دي قاعده عمر، قاعده من قواعد العمر، احفظها حطها حلقه في قلبك مش حلقه في ودانك. الوصول اللي بيوصل لربنا مش اللي ما بيقعش. امال اللي بيوصل لربنا مين؟ اللي كل ما يقع يقوم. خدوا بالكم من قاعدة العمر اللي دفعت فيها 50 جنيه دي. ها خدوا بالكم اللي بيوصل، هات لي اسم الله كده. خدوا بالكم اللي بيوصل لربنا مش اللي ما بيقعش، وما فيش حد ما بيقعش. اللي بيوصل لربنا اللي كل ما بيقع ايه؟ يقوم. يبقى كل ما تقع وبعد ما وقع الا من تاب ما جالوش احباط، قام تاني بعد ما وقع. الله اكبر، ما انا اروح جهنم لو فضلت واقع وانا بتدلع وانا بلعب. هي بركه يا جماعه. ها الا من تاب ما جالوش احباط بعد الذنب، وامن حاول يعالج السبب، وعمل عملا صالحا حاول يتغير ويغير كل حاجه في حياته، فاولئك عاد بعد الذنب اعلى مما كان قبل الذنب. عاد بعد الذنب اعلى مما كان قبل الذنب، فكان الذنب سبب في رفع درجته عند الله لانه تعامل مع الذنب صح. ما احبطش وفي نفس الوقت ما استهانش. ما احبطش وفي نفس الوقت ما استهانش. ما احبطش وفي نفس الوقت ما استهانش. يبقى الناس دي اول 3 4 ايات الناس دي فوق في السماء عاليه. ها وبعد كده الناس دي متوازنه برضو يعني عايشه على الارض وفاهمه دنيا برضو. الناس دي مش دروشه.
ايه والله يا جماعه لو حد منكم عايز يتبرع بخمسينات وانا اوزعها في الدرس انا موافق على اسئله يعني انا كده يعني الحمد لله انما يعني وبعد كده يا سيدي وبعد كده الناس دي مش عاليه على طول، الناس دي ممكن بتعصي ربنا ولكن بعد ما بيعصي بيرجع ايه؟ يرجع يقف تاني. طيب ايه علاقه بعد ايات المعصيه والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو ايه؟ مروا كرام. اذا مروا بالايه؟ باللغو مش بالمعصيه، ده مجرد لغو. يعني ربنا ما قالش معصيه، ده مجرد لغو. يعني ممكن يكون حاجه مباحه بس لغو. ها؟ مروا ايه؟ كرامة. يعني اللغو ده ممكن ناس قاعدة تتكلم في موضوع مروا كرامة، لا ماليش دعوة مش هشترك. ايه علاقة بعد الذنب بعد التوبة من الذنب ان ربنا يوصفه بالوصف ده؟ استنى بس استنى بقى، ده الواجب اللي انتوا هتفكروا فيه لحد الثلاثة الجاية عشان ان شاء الله ايه فيها 50 جنيه. احنا الوقتي باذن الله سبحانه وتعالى هنكمل المره الجايه بقى الترابط بتاع الايات وخلاص بقى ونختم، لان انا لو قعدت اتكلم في ايات عباد الرحمن كل ايه منها لو فتحنا فيها عايزين لنا مره، وهنبدا نفرغ الحاجات ان شاء الله. حد هنا من الموقع؟ حد هنا من موقع طريق الى الله؟ السؤال بتاع الواجب. ربنا بعد التوبه من هذه الذنوب قال والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه، ما عادش بيدخل في حاجه حتى فيها لغو مش فيها معصيه. ايه علاقه الايه دي بهذه الايه؟ ايه علاقه ان بعد التوبه بقى ده حاله؟ وبعدها ربنا قال والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ايه علاقه الايه دي برضو باللي قبلها؟ ايه علاقه الايه دي باللي قبلها؟ ايه ترابط هذه الايات مع بعض؟ فكر تدبر، واحنا المره الجايه هنيجي ان شاء الله باذن الله ونشوف مين ياخد المصحف ده ويختمه حزب في اليوم. طب يختموا 40 في اليوم، 40 في اليوم. خد دي 40 في اليوم. مين ياخد السواك ده ويستعمله لحد ما يخلص؟ طيب انت معانا يا فارس. طب خد يا عم يلا. طب خلاص مين ياخد السواك ده ويستعمله لحد ما يخلص؟ هو بتاعي بقى بس انا هتاخد السواك ده. طيب المصحف ده برضه يعني الاخ مدولي هديه والله ربنا يحفظه، بس انا يعني ايه يعني برضو يعني الحمد لله عندي مصاحف كتير. مين ياخد المصحف ده ويقرا ربع ولا 40؟ ربع ولا 40؟ لا احنا عايزين حاجه يستمر عليها، مش عايز كميه كبيره. هتقرا ربع 40؟ ليه؟ لا خلاص معلش يا حبيب قلبي. بص انت تاخد ازازه الماء دي، تاخد الموبايل، انا ما اعرفش مين صاحبه بس ربنا حبيب قلبي يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويسددكم.